أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية طبعا بنشكر دار الكهرباء على دعوتهم لينا، يعني فرصة سعيدة ان احنا نقابل الناس الكويسة المجتهدة اللي قدرت ان هي تكمل الكورس لمدة 3 شهور. ان كان انا يعني في التدريب بيبقى الناس اخرهم بعد شهر بيبداوا يعني يسقطوا، فاللي بيكمل 3 شهور ده انا شايفه حد يعني بغض النظر عن كمية المعلومات اللي خدها الا ان هو شخص مجتهد، والمجتهد دايما ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه في حياته وفي اي حاجه هو بيسعى ليها ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه ليها لانه مجتهد. اسمحوا لي بس انا هصيغ الكلمه في صفات المهندس في 5 حاجات، دي يعني مختصره بس عشان الوقت. في 3 صفات منهم ليهم علاقه بالشغل او بالوظيفه بتاعتك او حتى لو انت صاحب شغل فيما بعد، وفي صفتين دي صفات اخلاقيه يعني المفروض يبقى عند كل الناس عند البشر عموما يعني. فأول 3 صفات في المهندس المطلوبة منه يكون متواجد فيه في الشغل، رقم 1 التركيز. التركيز دي صفة مهمة جدا، يعني على مدار الفترة اللي الواحد اشتغل فيها لقيت ان ممكن تلاقي مهندس شاطر وفاهم تكنيكال الا انه عنده مشكلة في التركيز. ما اعرفش دي بتبقى حاجة بقى يعني موجودة فيه كده ولا هو بيبقى مشغول بحاجات تانية فبتؤثر عليه، بس هي لها مشاكل كبيرة جدا في الشغل. طب التركيز مثلا في التصميم، لو انت بتصمم مشروع لو انت ما ركزتش في تفاصيل كل حاجه لازم هيبقى وراك مشاكل كبيره. لو انت مثلا الاستشاري او اللي بيراجع عليك بعت لك مثلا ملاحظات وليكن في اول مره مثلا 15 ملحوظه 20 ملحوظه، لو ما ركزتش في ال 15 وتابعتهم، يعني احيانا يقول لك خلي في الغرفه دي مثلا كشافين وانت حاطط 4 مثلا كمثال بسيط يعني، فانت لما تغير 2 المفروض هيتبعه تغيير في المقايسه ان عدد الكشافات هيقل وعدد مخارج الكهرباء هيقل الاضاءه، وبالتالي كل حاجه هو ممكن مش هيحط لك الكومنت بالتفصيل لكن كتركيزك هو اللي هيجيبه. طب لو انت بعت وانت مش مركز وعدلت كشافين بس فعملت له كشافين وبعت، فبتبقى مشكله كبيره لان هو دي بتبقى في وش المكتب ان انت الملاحظات راحت ورجعت وما اتعملتش. احيانا الملاحظات بتروح وبترجع 4 مرات بسبب عدم التركيز و5 كمان، بنسمي ريفيجن 0 ريفيجن 1 ريفيجن 2 ريفيجن 3، فتعرف ان في مشكله في القسم. لكن انا المفروض لما بتجي الملاحظات بركز فيها بتابعتها. طيب لو احنا بقى في الموقع ودي بتبقى المشكله الاكبر، وصراحه يعني يمكن عايز الكلمه اصلا تبقى عن الموضوع دوت، فاكبر مشكله بتقابلنا في الموقع هي الخامات المضروبه. معلش انا اسف يعني لو في يعني، بس الموضوع ده بصراحه موضوع مهم ويضايق. تقريبا كل خامات الكهرباء بنسبه يعني كبيره جدا، ما نقولش رقم بس بنسبه كبيره جدا، خامات الكهرباء بتضرب في السوق. الخامات ديت لان شغل الكهرباء نحاس زي الكابلات مثلا، نحاس غالي جدا، او بلاستيك وبرده بلاستيك غالي فبرده بيتضرب. فتلاقي مثلا اشهر الشركات زي مثلا كابلات السويدي، تلاقي في 1 مليون بيعمل كابلات ومسميها السويدي وهي مضروبه اصلا. فكان زمان يقول لك مثلا السلك، انا بتكلم دلوقتي في نقطه التركيز، تركز في شغلك، فمن ضمن التركيز تركيز على الخامات بالذات. فتلاقي مثلا يقول لك زمان ان السلك بتاع السويد عد عدد الفرد اللي جوه، لو لقيتهم مثلا 7 المضروب بيبقى 6، حاجات زي كده. طبعا الناس اللي بتضرب الكابلات عرفت الموضوع فعملت لك نفس عدد اسلاك السويدي، قال لك خلاص اوزن السلك. الناس برضو اللي بتضرب السلك وزنت بقى نفس دي. فبدأ كل شوية السويد راح عامل ايه؟ عامل لك ابلكيشن بالموبايل، البكرة بتاع السلك عليها كود، بتجيب التطبيق على الموبايل وتحط الكود يقول لك اللفة دي مضروبة او لا. طب الناس تعمل ايه؟ ما يسكتوش، راحوا برضه في طريقتين لضرب دي. في ناس راحت لما بيشتري مثلا 1000 بكرة مثلا، فعنده 1000 باركود، فياخد الباركود ده يبيعه خلاص، ويروح بقى الراجل اللي بيضرب ياخد الباركود الاصلي ده يحط على الكابلات المضروبة ويبيعه، والبرنامج يرى ان هو اصلي، فبقى برضه في ضرب. حتى الابلكيشن نفسه يعني في كلام كتير برضه ان هو اتضرب، فانت ممكن تجيب برضه الابلكيشن. فاصبح بقى في صعوبه جدا، وده انا شايفها بقى من اهم المهندس، ان انت لما تنزل تستلم شغل من مقاول او لو انت حتى المقاول وبتشتري، في عقبه كبيره جدا اسمها الخامات المضروبه، ملهاش حل. انت كنت ممكن تتخيل ان السلك مكتوب عليه السويدي هو لا مش السويدي، طب الختم هتلاقيه الكلام مش باين قوي، التاني بيبقى الختم قوي جدا برضه عملوه. فما لا يعني قصه النحاس دي صعبه جدا في ان انت، طب ايه الحل؟
في حلول بقى منطقيه وبتجيب نتيجه كويسه جدا، ان انت تخلي المقاول شغال واستلمت منه والدنيا تمام زي الفل، ما استلمتش يعني قصدي ان الخامات جت الموقع وبدا يشتغل، تروح نازل على الموقع واخد عينه عشوائيه من الموقع، ابعت دي على السويدي دي طالعه من عندك ولا لا؟ قال لك اه يبقى دي بتاع السويدي وخلاص خلص. ممكن تعمل دوت في المواسير كذلك، مصطفى محمود او بيت الهندسه او ايا كان، كله بيتضرب. المكنه اللي بتعمل المواسير البلاستيك سعرها ما يجيبش 50,000 جنيه مثلا، بتحط لها بلاستيك من جنب تطلع لك الماسوره من جنب ومختومه بالختم اللي انت عايزه. انا احكي لكم على حاجه كان من قريب، يعني مواسير بيت الهندسه معروف ان ما بتعملش الوان، ما عندهاش الوان، لكن مثلا نيو ايجا والرحاب والحاجات دي بيعملوا الوان. فواحد ضرب بيت الهندسه الوان فجايب بيت الهندسه فمواسير بيت الهندسه، فالاستشاري نزل الموقع انت بتهزر، بيت الهندسه ما عندهاش الوان اصلا. فنقصدي وصل الضرب، فان انت كل حاجه بتضرب، فالخدم مش مقياس ولا حتى وزن اللفه، كان يقول لك اوزن اللفه برضو مش مقياس. المقياس ان انت تاخد العينه وتروح للراجل نفسه تبعت مندوب عينه عشوائيه، لانه في للاسف يعني بعض المقاولين بيبقى شغال وانت جيت اه وريني العينه يروح مديك العينه الاصليه وهو شغال بعينه ثانيه اصلا. فانت دوت انت عشان تعرف القصه دي لا لازم تدخل في تفاصيل الموضوع، خد عينه من اللي تنفذ، عينه من الموقع، ابعت العينه ديت للمكان اللي جايب منه اللي هو المفروض وكيل او اللي هو الموزع الرئيسي، لو قال دي من عندي ففعلا تبقى العينه من عنده. فدي نقطه مهمه جدا في شغلنا، كل حاجه عندنا في الكهرباء بتتضرب بلا استثناء، الا بقى ما عدا الحاجات مثلا محول مولد خلاص ده انت هتجيبه من مكانه سواء من اي بي بي او السويدي، خلاص انت هتروح اصلا تستلمه من اي بي بي او من السويدي. لكن كل ما عدا ذلك البرايز والمفاتيح بتشين والاجره كل الحاجات بتضرب، كلها بتضرب في وسط البلد. حتى كشافات الاضاءه اللي هي اصلا صيني بيضربها في مصر برضه هي اصلا كشاف صيني، فانت بتضربه برضه بيتضرب. فبيبقى مطلوب من المهندس اللي هو سواء بقى استشاري بتستلم من المقاول او انت المقاول، ان انت تدخل في السايكل دي لحد ما تروح لمين، هو جايب منين، جايب من الحته اللي اه روح وفعلا العينه دي خارجه من عندك اه خارجه من عندي، لان دي امانه انت مكلف ان انت كاستشاري ان انت تنفذ الحاجه طبقا للبند اللي في المقايسه، ان انت هتجيب الحاجات ديت من اي بي بي، يبقى لازم تيجي من اي بي بي، فاش تبقى مضروبه، لو مضروبه تقصير في شغل. فدي نقطه للاسف يعني ايه احنا في الشغل بتقابلنا كتير. يعني انا عايز اوريك عينه دلوقتي، يعني كانت معايا فقدرا يعني جبتها معايا. المفروض ان دي حاجه بتاعت ارث، الارث عندنا نظام الارثنج واللايتنينج، فالمفروض ان في شبكه ارث في الارض وفي بيبقى اير تيرمينال او ردات فوق المبنى عشان تستقبل الصاعقه وتنزلها على شبكه الارض. فدي بتبقى ربط ما بين الرد واللي هتستقبل، يعني الرد بيركب هنا اللي هو مثلا طوله متر او نص متر، وبعدين دي في كابل معدي من هنا وهيربط ده على الشبكه تحت في الارض. حلو، فدي نحاس صافي، فطبيعي لازم انها تتضرب. من اشهر الشركات الموجوده فيرس بقى وكذا شركه يعني، بس من ضمنهم فيرس لها كذا وكيل في مصر. المفروض ان العينه دي فيرس وعليها ختم فيرس وكل حاجه، العينه ديت من الوكيل، مش مهم هو مين الوكيل بس دي من الوكيل. بالنظر كده انت لو بصيت على العينه هتشوف شكلها، يعني هتلاحظ ان ايه ممكن جودتها مش قد كده، ممكن الصوره ما تبقاش جايبه عندكم قوي. بص العينه الثانيه دي هتحسها انضف صح؟ الانضف دي بقى مضروبه، فطبيعي اللي تبقى من الوكيل دي ايه؟ يعني هي اصلا دي العينه دي انا جايبها من حد، يعني انا فضلت بردك لحد ما توصلت لحد هو بيضرب يعني بيضربها ازاي؟ ديت نحاس بيجيب بيعمل زي نموذج كده وبيصب فيه النحاس يديله الشكل دوت وفيه الختم وفيه كل حاجه ويطلعه يرمله ويعمل كل اللي انت عايزه. تمام؟ فدي المضروبه، ولكن مضروبه بشكل عالي جدا تكاد تكون اصليه، والوكيل نفسه مطلع المضروبة بتاعته اصلا مش لا ترقى ان هي تبقى حتى مضروبة كويس. فطبعا دي بتبقى مشكلة، يعني حتى انت الوكيل ممكن ما يسلمش ان هو يضرب بعض الحاجات، يعني ممكن ابقى انا وكيل لبراند جايبه من بره، وبدل ما انا اجيبه من بره غالي فانا ممكن اعمله رخيص واكسب اكتر. يعني مثلا دي عندي الوكيل اللي هي المفروض مضروبة اصلا مش اصلية، الوكيل بيباع 350 دي لان هي نحاس. دي عند الراجل اللي بيضرب طبعا، يعني احنا الحمد لله مش بنتكلم طبعا، بس عشان تبقى بس بفهمك، دي عند الراجل اللي بيضرب بتقف عليه ب 50 جنيه. فتخيل هو لو ضرب بدل ما هيبيع ب 350 هيبيعها بدل ما هيبيع ب 50 هيبيع ب 350. فبالتالي في مكسب كبير لان ده نحاس، كذلك بقى في البلاستيك، كذلك في الكابلات، كذلك كل شغل الكهرباء تقريبا عندنا مشكله كبيره اسمها الخامات المضروبه، كشافات وبرايز ومفاتيح كل حاجه.
كل شغل العتبه تقريبا او اغلبه يعني في جزء كبير منه مضروب، الا بقى الحاجات اللي هي اللي هو يعني ده مقر رئيسي او وكيل، فانت خلاص هو ما انت ما قدامكش حد تشتري منه غير ده. طب لو انت عايز تطلع المواصفه بتاعه الخامه ديت مظبوطه 100% ولا لا، فتبعت على كليه الهندسه في جامعه القاهره بيعملوا اختبارات على العينه. لو انت مثلا بعت له كابل ولا اي حاجه بيختبر بقى، يطلع لك نسبه النحاس قد ايه، ويطلع لك كل حاجه، كل مواصفات الكابل، وتراجع ده مع الداتا شيت. دي بتبقى طبعا في المشاريع الكبيره، لو انت شكيت او في المقاول تاخد عينه واطلع على كليه الهندسه اختبر العينه دي. فدي نقطه مهمه جدا في ان انت تبقى مركز في شغلك كمقاول او كاستشاري بيستلم، ودي صراحه يعني مشكله كبيره عندنا، يعني هي مشكله كبيره لازم كلنا نواجهها، ان هو في حاجات كتير جدا 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 مضروبه. لو انت نزلت موقع مش مركز تقريبا 3/4 الموقع او اكتر هيبقى مضروب عندك، وانت هتستلم على ان هو اصلي يعني حتى الورق، يعني احنا كنا زمان ايه يقول لك خلاص انت عايز اضمن ان هو جايب من السويدي، فهات لي اذن استلام من السويدي. السويدي لما انت بتروح تشتري منه ماتيريال كابلات او اي حاجه بيديك اذن استلام، روح استلم من المخزن او من اي مكان يعني، فالمخزن اللي هو تبعه، فانت بتاخد اذن الاستلام ده وتجيب الاستشاري صوره منه، انا خارج الحاجات دي بالكود بتاعها من السويدي. فالناس اللي بتضرب برضو ضربت اذن الاستلام يعني. فهي بص هو انت هما بيفكروا عشان وكذلك اللي بيضرب بيفكر برضو، فدايما في صراع، فانت لازم تبقى وضيت بسرعه عشان تبقى دايما يعني امانه، هي امانه انت في رقبتك، لازم تبقى عارف ازاي تواجه الايه المشكله ديت، وتفضل داخل في التفاصيل وتعرف الناس اللي بتضرب، وتروح تشوف بيضربوا ازاي، عشان بعد كده لما تيجي تمسك عينه زي دي انت بالنسبه لك فيرس، مكتوب عليها فيرس وهي اصلا مش فيرس، ولا دي فيرس ولا الثانيه فيرس. فالموضوع بيبقى يعني محتاج شويه اجتهاد. النقطه الثانيه في صفات المهندس يعني بالنسبه للشغل هي التطور والتعلم، ان انت دايما باستمرار تبقى بتضيف جديد. يعني انت انا وجهه نظري الناس كتير يعني بتتخرج هو لا يشتغل ديزاين لا شوب درونج لا سايت، بس انا شايف ان هو انت ينفع تشتغل الحاجات دي كلها، يعني يمكن مزايا الكورسات برضو في دار الكهرباء ان هو بيديك كل الحاجات دي، فانت ممكن تشتغل ديزاين، ممكن تشتغل شوب درونج، ممكن تشتغل موقع، فليه ما تشتغلش كل حاجه فتره معينه بحيث تلم كله. يعني حتى المصمم اللي بيبقى اشتغل شوب درونج او نزل نفذ بيعرف يصمم حلو قوي عن المصمم الثاني اللي ما اشتغلش الاثنين، لان هو المصمم ممكن مش متخيل ابعاد اللوحه كام في كام. يعني احنا كنا في السايت في مشروع فكان من قريب، فكان التصميم بتاع اوضه الاي تي اللي هي داخل فيها اللايت كارنت، عندنا راك البطاريات بتاع الحب بتاع اليو بي اس، الراك ده كبير جدا عرضه اكتر من متر و10، تمام. الباب معمول تصميمه على ان هو 90، فبعد ما خلصنا والمبنى اتشطب والدنيا تمام زي الفل، تعالى ندخل الراك، مش جاي الباب، الراك 110 والباب 90. فلو انت بتصمم هتبدا بعد كده تاخد بالك من الحاجات ديت، ان خلي بالك في راك هنا ابعاده كذا، احتمال يعمل لنا مشكله مع معماري، فتبلغ معماري ان خلي بالكم الباب دوت عايزين يبقى مساحه اكبر، او تشوف حلول بديله. احنا عملنا ايه ساعتها في المشكله دي عشان نحلها، يعني كان تيسير من عند ربنا، المبنى طبعا متشطب ما ينفعش فيه تكسير، حتى الباب حديد مصفح وراكب بطريقه ما ينفعش تشيل الباب، يعني هو كل الحلول مقفوله. كان في حل وحيد بس ان الشباك كان عرضه 1.20 متر، فدخلنا رفعنا الراك ودخلناه من الشباك وبعدين ركبنا الشباك تاني. فيعني كانت الموضوع كان ليه حل، بس احيانا ما بيبقاش في حلول. يعني انت ممكن تعمل اوضه كهرباء تيجي تدخل اللوحات تلاقي اللوحات مش جايه في الاوضه، حجم الاوضه اصغر من حجم لوحات الكهرباء، او تيجي تلاقي مثلا باب بيفتح لجوه وانت حاطط ورا الباب كومبوننت، فالباب طب يعني كان باب يفتح لبره اولى مثلا. فقصدي حاجات زي كده بتخلي المصمم لو هو اشتغل سايت او شوب درونج بيبقى اقوى في التصميم. كذلك العكس، لو هو الراجل اللي بينفذ اشتغل فتره تصميم فيقدر هو في الموقع يقول لك الماسوره دي ماشي فيها كام فرده سلك، الماسوره دي تمام، لا مش تمام، دي الماسوره دي ما فيهاش فيلنج ريشيو، فيطلب انه المقاول يقدم له فيلنج ريشيو او كذا. فكل ما انت بتتطور وتتعلم بسرعه كل ما انت هتبقى قوي جدا وماسك المجال بايدك كويس. يعني رايي الشخصي ان ما تكتفيش بحته واحده. طبعا في ناس بتقول طب ما تكتفي بحته واحده وتتقنها، بس الباقي ليه فيدباك عليك، مهما تتقن في التصميم وانت ما شفتش بعينيك ونفذت هيبقى عندك مشكله، مهما تتقن هتبقى كبير وبرضه عندك مشكله ان انت ما شفتش بعينيك وما نزلتش نفذت. الميزه الثالثه او الصفه الثالثه يعني في المهندس ان هو بعد ما يتعلم بقى يعلم الناس. يعني انت معاك تيم مثلا لما تبقى سينيور، او حتى لو انت لسه في البدايه وفي حواليك اصحابك، اي معلومه تعرفها قولها. يعني العلم اصلا والمال بيزيدوا بالانفاق مش بيقولوا زي ما احنا متخيلين، فكل ما انت تطلع من اللي عندك كل ما ربنا سبحانه وتعالى ايه هيزيدك من فضله.
فاحيانا بتروح مكان تلاقي مثلا وناس كتير يعني اشتكت من الموضوع دوت، تلاقي في واحد موجود وعايز يسيطر على المكان، مش عايز اي حد يجي جديد يبقى اقوى منه، فيفضل ايه ما يقولش المعلومات او كذا، بيبقى التعامل معاه صعب. فانت سيطرتك على المكان بان انت بتتطور وبتضيف وغيرك ما بيضيفش، ان انت تبقى شاطر، ان انت تضيف لنفسك وتعلم الناس. دي ثلاث صفات يعني شايفها صفات مهنيه. اخر صفتين بس يمكن طولت عليكم، انا اسف. صفتين هم لهم علاقه بالكاركتر نفسه بتاع المهندس او بتاع البني ادم، المفروض يبقى اي حد موجود فيه الصفتين دول، اللي هم صفتين الصدق والامانه. الصدق والامانه دول اتصف بهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام، يعني قبل ما تجيله الرساله هو كان اسمه الصادق الامين، لان هي اصلا صفات رجوله، لان الصدق عكس الكذب، والكذب ده بيبقى من الخوف. إيه؟ امتى ليه بتكذب؟ عشان خايف. فالخوف اصلا مش من صفات الرجوله يعني، او سواء بقى مهندس او مهندسه، دي صفات اساسيه في الانسان، انت ما فيش حاجه تخليك تكذب يعني. فاحيانا بتلاقي برضو المهندس نتيجه لاي مشكله صغيره مش مستاهله، فيقعد يعمل حوار ملوش اي لازمه اصلا، مع ان انت لو كنت صادق وواضح ان يا جماعه لا كانت في مشكله كذا وعالجناها وحليناها، الناس بتتجاوب عادي جدا، الناس بتتقبل ان انت تعترف بالمشكله وتشرحها لهم بوضوح، وما بتتقبلش الحوارات، والحوارات بتبان انت بتبقى بتكذب وعارف ان انت بتكذب، واللي قدامك عارف ان انت بتكذب، وكل طب يعني انت فاهم ايه الهدف في الاخر؟ مفيش. لكن انت لو صريح وامين مع اللي قدامك فخلاص المشكله بتعدي، والله ده كان خطا وتعالجناه والمشكله اتحلت، ما فيهاش اي حاجه، تمام. ويكفي طبعا غير ان هي تبقى مقابلها في الدنيا، فمقابلها في الاخر عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت يعني صادق وامين. الصفه الثانيه بقى هي الامانه. الامانه على المكان اللي انت فيها، سواء انت كنت موظف او كنت في موقع او كنت صاحب عمل، هي في الاخر انت معاك مسؤوليه، فديت امان. ما ينفعش مثلا بعض المهندسين يقول لك اشتغل على قد فلوسهم، كنا يعني بنسمعها كتير واحنا صغيرين، او ما تشتغل فبتاخد مرتب قليل، اشتغل على قد فلوسهم ساعتين وبقيت اليوم ايه. فطبعا ده مش صح، لان انت اتفاقك مع صاحب العمل على ان تشتغل مثلا 8 ساعات مقابل كذا، فالثمان ساعات دول شغل. فالامانه ان انت تبقى قد المسؤوليه. احيانا بتتحط في موضع ان انت كونتاكت مع العميل او بتتواصل مع العميل، فبعض العملاء بيبقى رخمين، ممكن يبقى هو انسان تفصيلي قوي وانت انسان بتحب تاخد الموضوع يعني مش فرق، فتلاقي هو مثلا كاتب لك تفاصيل وحاجات مطلوبه كتير جدا فتتعب معاه، فلازم أن تصبر، لان انت امانه ان انت تظهر المكان اللي انت فيه بشكل كويس. طبعا الحاجات دي غير ان هي صاحب العمل هيفضلك عن غيرك وهيكبرك، ولو رحت مكان تاني اسمك موجود ومسمع، لا المهندس دوت انسان امين مخلص في عمله كذا، غير الحاجات دي الا ان فضلها عند ربنا كبير طبعا. لكن حتى انت في الدنيا بيتعرف بعد شويه ان في مهندس لا الراجل دوت اشتغل معانا، في مهندس استشاري بيقبل رشوه، كل واحد بيتعرف، في مهندس استشاري بيحور ويضغط عليك في الشغل فتروح انت بطريقه ما تمشي امورك معاه، بيتعرف وبعد فتره بيبقى مشهور معروف في السوق وبتبقى سمعه وحشه جدا. فانت يعني انت في غنى عن كل دوت، انت مطلوب منك ان انت تكون صادق وامين في شغلك وتنتظر المكافاه من ربنا سبحانه وتعالى في الاخره، وهي هتبقى موجوده برضك في الدنيا كده كده ما تقلقش منها. وان انت تلتزم بالصفات الاولانيه، ان انت تركز في شغلك وان انت هتتعلم وتعلم الناس. شكرا لكم والسلام عليكم.